مساء الخير مشاهدينا، نحن وياكم ليلة بسهرة جديدة، بسهرة عمر بتاخدنا لضيف جديد لعالم وبندخل عليه من خلال الفقرات يلي دايما بنتنقل فيها. لما نحكي عنه بالكوميديا علامة فارقة بالكوميديا بلبنان من أول انطلاقته ولليوم بمسرح شانسونيه، بكل برامج يلي كان جزء أساسي من أنه يرسم ضحكة على وجوه كتار منا، وأيضا من خلال المسرح يلي دايما تابعناه، وخاصة مع الأب فادي ثابت يلي تعودنا عليه كمان بكل دور بيلعبه بيكون ابتسامة وفرح العمل، بعلقة جديدة يلي السنة كمان عم نتابعها، دور ولا أهضم. دايما الأدوار يلي بيقدمها فيها نكهة جديدة، فيها نكهة حلوة، وفيها نكهة كوميدية على طريقته هو. لما نحكي عنه بنكون عم نحكي عن شخص هالقد مسالم بالوسط الفني، شخص هالقد إيجابي، شخص وين ما بحل بيكون عنده هيدا الكبر بالتعاطي مع الآخر والتواضع بالتعاطي مع الكل، حتى يكون الهدف الأساسي أنه يعطي أفضل ما عنده، دايما ما يبخل بابتسامة يرسمها على وجوه الكل. الليلة معه وعنه بسهرة عمر ضيف عزيز، ضيف نحن وياه بيها سهرة منبرم بفقرات البرنامج لحتى معه نتعرف على جوانب يمكن مش دايما بنحكى فيها، ونحكي عن جديد عم يتحضر كمان. ضيفي بالستوديو الكوميدي يلي مجسدة بشخصيات منشوفها ومنحبها بشخص واحد، الممثل الكوميدي ريمون صليبة. مساء الخير. مساء الخير. أهلا وسهلا على المقدمة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا هلا. يعني ريمون صليبة بس نقول الاسم نبتسم منا لحالنا. شرفتنا بسهرة عمر، شو أخبارك؟ كتر خير الله. أهلا وسهلا. حلو واحد إنه يعني بس شوفه بيضحك دغري، مش أحسن ما بكيك مثلا؟ 100% مش بحاجة، دخيلك دخيلك مع كل اللي عم بيصير حوالينا. ريمون عود، يعني في ناس مثلا بيلتقوا فيك أوقات الواحد ما بيكون بالمود، ما بيكون يعني مزبوط أنت بجو الكوميدي، بس مش معناتها أنت ماشي دايما والنكتة ماشية معك. في ناس بيلتقوا فيك مثلا بيقولوا لك مثلا ضحكنا، أو أنه إيه خبرني نكتة، إنه مش هيك يعني. أنا ما بخبرني كات يا أخي. إيه عطول بتصير معني. ليش هاللغط يلي بيصير مع ممثل الكوميدي؟ الناس بتتعود يعني لما بدها تشوفه يعني خلص صار مثل دفوار عليه إنه يضحكهم بطريقة معينة. 100%. في حادثة صارت معي لخبرك إياها. مرة كنا بالمول، إجت مدام هيك وقفت جمدت، قالت لي ما تتحرك من عندك. مدام حلوة أو إنه منيحة إنه عاطلة يعني، وراحت قالت لي في حدا بده يشوفك بحبك بيموت فيك مدري، قلت لها جمدت روح جيبيها وتعي. راحت جايبة بنت عمرها سنتين الكوش هالقد، إنه هيدي شو عارفة فيي يا أختي. إنه بيصيروا معك على طول، بيصير في اخبار يعني غريبه عجيبه مثل ما بيقولوا. ريمون انت تخصصت بديكور واشتغلت سنوات كمان بهالمهنه اللي اخذتك بهذا الدومين، قبل ما كمان تحسم خيارك وقبل ما تتفرغ كمان للتمثيل للكوميدي. قد ايه الواحد لما الحياه تاخده لخيارات معينه هيك ما بيكون مستنظر لوين الحياه بدها تاخده؟ مظبوط 100%. بس انا هذا الخيار اخذته، اعتبرت اللي بيحمل بطيختين بده يضل ملقلز بالبطيختين، يعني بدك تحمل هالبطيخه وتوصلها لهالطاوله، حمل بطيخه واحده، فانا حملت بطيخه واحده، يعني كان خيار التمثيل. والبطيخه اللي حملتها قد ايه اليوم من بعد كل سنين العمل؟ واليوم انت من الاشخاص اللي كثير منتجين، كثير بننطرهم، كثير حاضرين كمان، قد ايه من بعد هالسنين انت راضي عن شو حققت وكيف عم بتحقق وعن الفرص يلي انت استفدت منها او انت حطيت لها الارضيه المناسبه اخترعتها لحالك كمان؟ لانه وقت مخترع الفرص مش بس بننطرها تجي من الخارج. 100%. لا انا اخذ حقي بحس من جميع النواحي، يعني نحن عم نحكي
عن حقك المعنوي انا اخده كتر خير الله يعني. ولحديث اليوم يعني عامل شيء 33 مسرحيه بين كانت الي ولا كان بالاشتراك مع حدا تاني كتر خير الله. لليوم انا بعد ولا عمل كان فاشل يعني، انه هيدي نعمه طبعا. دائما في علامه النجاح لما نقول اسم ريمون صليبا. حكيت عن الحق المعنوي، الحق المادي بعرف بسويسرا وبكثير بنوك تانية حول العالم طبعا. بدناش نحكي عن البنايات هلا نيه ما بالنتيجه نحن بلبنان يعني ما بدنا نكون قد هذا الخيار يلي عملته ريمون. اوقات تندم ابدا مع كل الظروف الطلعات النزلات ابدا ابدا ولا ممكن اندم عليه، لان ما بشوف حالي مطرح تاني ابدا. اف اداه هذا لما تقول ما بشوف حالي مطرح تاني، فيها اقتناع الواحد لما يختار مهنه، فيها اقتناع بهو شو عنده، وفيها كمان قدره ربانيه، لانه اوقات هالوزنات او هالشغل يلي بيختارنا هو اوقات بياخذنا لحياتنا. لما نحكي عن تمثيل ريمون بوضع يعني اليوم اقتصادي وامني ووضع اجتماعي للاسف، نحن ايجابيين بس بنرجع اوقات لورا بهالاوضاع دائما. ما في شك ايه؟ انا دائما بقول لهم شغله يعني دائما هذا السؤال دائما بنسال، انه ما بتخاف من بكره وما بتخاف بعدين، لان اغلبيه الممثلين ماتوا فقرة وماتوا مدري شو. انا بجاوبهم انه كتر خير الله، انه الله لليوم ما تركني، ليه بده يتركني هلا؟ واحد بيتكل على الله وبيمشي أكيد. بيمشي على وجه الله. مع انه سؤالي كان رايح باتجاه لحتى روح للابتسامه يلي اوقات الناس صارت عم تبحث عنها، يعني اليوم بوضع سياسي، بوضع امني، باوضاع معينه، ناس ملت، زهقت، قرفت بالعربي اللي مشاب، رح تبحث عن الضحكه، عن المسرح الحلو. قد ايه بتشوف مثل كانه انتم الخلاص يعني، انت وزملائك الكوميدي الكوميديين بتحس انه انتم الخلاص لهودي العالم اللي بيروحوا بيحضروا مسرح لحتى يضحكوا، اللي بيروحوا بنبشوا على شاشة عليكم لحتى يكون في برنامج انتم مشاركين فيه لحتى ينسوا الهموم. قد ايه الشغلة مسؤولية وصعبة مش بالسهولة اللي بنفكرها؟ لك هي مسؤولية، اكيد مسؤولية انك تحافظ على ليفل معين من الكوميك تبعولك، وبعدين بتصفي عادي يعني اختصاص. يعني كيف انت واحد بيختص بتصليح هالسياره، واحد يعني انت مثلا شاطر كثير بالدراما، انا شاطر كثير بالكوميك، انا بالنسبه لي صار اختصاص، صار هوينه عندي يعني، ما انا كثير صعبه انه ضحك الناس باطار معين طبعا يعني. كيف بتجدد حالك؟ بعرف اوقات الواحد لما يمرق على شغل، لما تتكرر الاشياء اوقات الواحد هو بينه وبين حاله بحب انه يجدد. كيف تشتغل على ثقافتك الكوميديه؟ كيف انت بتطور بادائك؟ كيف اشتغلت على ريمون صليبا على مر هالسنوات؟ ليك انا باخذ كثير من الناس في تعابير لبنانيه هي نحن ما بنستعملها، بتمرق هيك مرق الكرام، انا بلقطها دغري بحطها براسي وبشوف وين بقدر استعملها بستعملها. وكتر خير الله لحيت هلأني كل شيء ماشي يعني. كيف بدي أقول لك يعني، والكتابة هي بتخليك تخلق الكاركتير. الارتجال وين بيوقع هون؟ أداة المثل بده يكون متمكن لحتى يقدر يلعب بالنص، وخاصة إذا معه كمان ممثلين، إن كان بالمشهد يلي عم بيصوره إن كان على المسرح، لأنه كتير تركي، كتير صعب، وكتير حساس، لأنه أو بيسقط فيه أو لا بينجح وبيكون على القد. ليك أنا من الأشخاص اللي ما بحب يكون فوتوكوبي يعني، خاصة بالمسرح يعني ما فيك تكون فوتوكوبي كل يوم مثل التاني يعني. أنا ماني موظف يعني، إجي كل يوم بدي أقوع الساعة 8 بدي أشرب هاي القهوة هون بدك تمضي هاي يعني. أنا بطلع شوي عن النص يعني، دائما بس كون مسرح اذا مش لإلي دائما بطلب هذا الطلب، انه في مساحه صغيره اعطوني اياها، لانه اذا ما بقدر كون مزيد ما اعطي يعني. والموقف هو بخليك تزيد، وانا ما بزيد قدام مين ما كان يعني. اذا شخص بحس انه بده يضيع اذا زدت انا قدامه، ما بزيد قدامه
وما بزيد لا لا وحكي ما بتحط حالك وبتحطه بهذا الموقف. لا ما بكون هي طلعت بساعتها يعني انه خلص طلعت تكون النهفه طلعت بلحظتها. ريمو اسمح لي نفوت على فاصل اول بحلقتنا، من بعده رح نرجع لحتى نحكي واعرف رايك انت. مزبوط الكوميديا اللي بتضحك هي بس الكوميديا اللي لها علاقه بالسياسه وبالدين وبالجنس، ما في كوميديا تانية من نوع آخر بتضحك؟ وكمان بدنا نفوت على علقة جديدة المسرحية يلي عم انتبعها وكنا حاضرين فيها، عم تلعب فيها كاركتير أكتر من روعة، كمان رح نشوف مقتطفات منها. بريك أول ومنتابع مشاهدينا، خليكم معنا بسهرتنا مع نجمنا بهالحلقة الكوميدي أكتر، الممثل الكوميدي اللي مفتخر فيه بلبنان ريمو صليبة. مشاهدينا منتابع نحن وياكم بسهرتنا، بذكركم هالحلقه بتنعاد صباحا على الساعه 11 بتوقيت بيروت عبر شاشه تلفزيون لبنان، واكيد سهره عمر بترجع بتحضر الحلقات عبر اليوتيوب شانل وتيليليبون.com.lb، والتواصل دائما عم بيكون من خلال هاشتاج سهره اندرسكور عمر، ان كان على تويتر انستغرام عندي اتسر شادي ريشا او كل البلاتفورمز. مع ضيوفنا كمان ريمو، مرحب فيك من جديد حبيبي شادي. نعمل مثل عم خبرنا نكتة هاي تعرف كل الناس بس ينترو بس عرفوا انه ريمو صليبة معك. ايه بدنا نضحك يا عم، ايه رح نضحك سنة الزلمة كمان جايين نحكي، جايين نقعد نتعرف على جوانب تانية من ريمو. ريمو لما نحكي عن الكوميدي دائما في عنا هيك اقطاب يلي هي بين محرمه وبين هي اكثر شيء بتضحك، لما نحكي جنس، لما نحكي دين، لما نحكي سياسه، لما ندق برموز دائما بتقوم القيامه. وبرايك مزبوط هالعوامل هي يلي بتضحك اكثر شيء بالكوميدي او لا مش بالضروره؟ لا ابدا مش بالضروره، وخاصه اللي بيعتمد على زنار وبالنازل، يعني اللي بيعتمد على زنار وبالنازل بيستهون الكتابه بتكون الكتابة هوينة عليه، انه بتصير تضحك الشغلة اكتر، وهوينة انه نتمسخر على السياسيين يعني يخذ العين عنهم مادة دسمة عندنا بلبنان يعني. لا في صعوبة انك تعمل مسرحية كوميدية ساعتين عفرت سحبة فيها ضحك، ما فيها كلمة بذيئة وما فيها تلطيش سياسي، ما فيها حكي عن رجال الدين ما عم تحكي. هذه نحن عملناها يعني هذيك السنة وهالسنة، يعني عملناها بعلقه وعلقناها صح. السنه بعلقه جديده حضرتها انت صحيح، حضرت اثنين. قديش بتضحك؟ اثنيناتهم بيضحكوا والساعتين على فرصه، وما فيهم اي شيء بيغمز بهالمواضيع ابدا. بس في صعوبه بالكتابه، بالكتابه وبالاداء بكل العمل بكل شيء. اي طبيعي رح نحكي على كل حال بعد شوي. ريمو لما نحكي اليوم عن البرامج الانتقاديه الساخره، لما نحكي عن الكوميدي بهيدا الاطار، اوقات بتقوم القيامه بصير في مظاهرات، بصير في هالقد اللبنانيين عم بحكي تحديدا لنحكي عن اللوكال ماركت تبعنا عندهم تحيز يعني زعيمه. يعني دق له بحيالله شيء تاني يمكن ما بيكون معه ياكل، ما بيكون معه يعلم اولاده، بس تعد دق له بزعيمه بتلاقي قامت القيامه. قد ايه هيدي هامش الحريه يلي عنا اياه بلبنان بالاعلام الكوميدي؟ عنا هامش حريه او لا نحن مقيدين بندعي هيدي الحريه؟ نحن بندعي هي الحريه اكيد، بس هو يعني يعني انا مثلا يعني انا قلدت وليد باك بس ولا مره قلدت تهذيب. كيف؟ كيف يعني؟ كيف قلدت وليد باك؟ يا كرد وانا بحبه وعسلامته يعني، بس ولا مره قللت تهذيب بحقه. يعني قادر انت تنتقد، بس قادر تنتقد بتهذيب. نحن بننتقد بلا يعني بنتخطى التهذيب. يعني هذا الهامش للاسف يعني في كتار انه بيلبطوه وبيضلوا مكملين، يعني بيعتقدوا انه بركي بيعملوا اسم بهالطريقه. ما بعرف اذا وليد باك راح حضر علقه جديده واخذنا منه كلمه ليقلنا روح احضروا المسرحيه، والمسرحيه بتجنن وريمو عامل شغل روعه، كيف بقلنا انا يعني شو بدي اقول لك يعني مسرحيه بطقتك الخواصر مش هيك بلا هيك
تحية لوليد بيك على كل حال وريمو لك مسرحية علقة جديدة وسبق التعاونات أكيد قبل مع الأب فادي ثابت قدي صار فيه هيك تناغم بالعمل مع بونا فادي رجل الدين هالشخص يلي عم يشتغل بمنحة اجتماعي بمنحة ديني بمنحة ثقافي معين صار مسرحه عنده خط هيك ما بيشبه أي خط تاني وتعاونات تكررت قدي كمان الواحد بيصير فيه تناغم بالعمل مع الشخص اللي بتكرر تعاونات بيناتهم أنا وبونا فادي سأفتكر هذا السادس عمل بيشتغلوا معه كتير في هيك وحدة حال أنا والأبونا وخاصة على المسرح يعني على المسرح وبرات المسرح صحيح. بس على المسرح يعني بعرف يعني هو بيعرف أمتى إنه هون ريمون خلاص فتح له عرفت كيف وأنا بعرف إنه يعني بنظرة منه بعرف إنه شو لازم أنا كيف أنا لبيه مثلاً في كتير تناغم أنا والأبونا بشكل لا يوصف ما بعرف إذا انتبهت له كمان أكيد أكيد وخاصة بالمشاهد يلي بتسأل عليه كتير وبطلع النص عليك على كل حال رح نستطرد بهذا الموضوع رح روح لعلقة جديدة نشوف أول مقتطف منها بثنائية بتجمعك بالمشير العام الأب فادي ثابت ونرجع نتابع من بعدها بنحضر سوا شو هالعادات يا بطول عم سلمى والديب الديب يقعد هيك لان شو في شغلات مخبيها عني منطور والله ماني مخبى شيء انا شو في حضره المحقق حضره شو ابونا ابونا انا اليوم كنت عم نبش بالابو شفت شغلات كثير غريبه بتخليني اطرح علامات استفهام شفت في فستان في حدا منا بيلبس فستان منطور انت شو اللي بفرق عن عمتك شويري شويري بس انت ما عندك شويري بمنطور هي عندها منطور هي عندها شوارب ريمو هذا مقتطف اول من علقه جديده قد ايه هذا العمل هيك بكرس هالتعاون وكمان قدرت تعطي شخصيه جديده تعطي شيء جديد اضافه لك وللعمل كمان مع الاب فادي ثابت انا يعني بقولها انا شغل شي 33 مسرحيه انا بالنسبه لإلي علقة وعلقناها وعلقة جديدة هدول من أحلى المسرحيتين شغلهم بحياتي وبشتغلهم بكتير هيك يعني ببقى مكون مشتاق تروح على المسرح تروح اشتغل واضح من كل قلبك على كل حال بحضورك على المسرح المشير العام الأب فادي ثابت مساء الخير مساء النور الله معكم بونسوار أبونا أبونا كيفك أهلان أهلان أبو الريم والصيام مقبول إن شاء الله بداية صوم زمن مبارك على الجميع يا رب شكرا شكرا الله يخليكم أبونا ألف مبروك العمل يلي مستمر بنجاح على مسرح جورج الخامس اللي هو صار المسرح التابع لحضرتكم كمان بالجماعة بالجمعية اليوم لما نحكي عن ريمو صليبة والتعاون يمكن سادس أو سابع بعمل مسرحي شو المميز أبونا بالتعاون مع نجم من نجوم الكوميديا ريمو هيك شو الملفت بالتعامل معه أول شيء الأخلاق مرسي لأنه الفنان هو أخلاق طبعا ثم أخلاق ثم أخلاق فريمو إنسان مشبول بالأخلاق وبالاحترام يعني صار لي بيشتغل مع ريمو بتصور أكثر من 10 أو 11 سنة ولا مرة صار في سوء تفاهم أنا وياه وهذا بالإضافة لموهبته الكبيرة يعني أنا بعتبر إنه موهبته كانت مدفونة ريمو وأكيد بهالمسرحيات هودي الناس قدروا إنه يشوفوا المؤهلات الكوميدية يلي موجودة عند ريمو يلي ما بتصور حدا قدر يعطيها المساحة يلي لعبها بهالمسرحيات الأربعة يلي هي علقة وعلقناها علقة جديدة الحياة الجوزية وغيره لأنه نعم على كل حال مرورا بكل هالأعمال أبونا بكل هيدا التعاونات كمان صار في وحدة حال لما الواحد يتعامل مع الشخص الثاني بكذا عمل بصير لما يكون عم يكتب شخصية بيكون عم بفكر فيه بيكون عم يكتب بطريقة معينة اليوم قديت تناغم كمان على المسرح كان عم يحكي ريمو عن هالموضوع من شوي يعني من نظرة بينك وبينه بصير فيه هذا التناغم أو إذا هو
فلت شوي عن النص لحتى يفوت بالارتجال حضرتك، يعني لعبة البينبون بيناتكم، خبرنا شوي هيك عن هالعلاقة على خشبة المسرح بغض النظر عن الالتزام بالنص وعن التحضير وعن المهنية بالعمل. بتصور انه في كيمستري كتير قوية موجودة بيني وبين ريمو، مجرد انه نحن انوجدنا على المسرح يعني انوجدت البسمة وانوجد الفرح. يعني أنا ويين وجدنا بثلاث مسرحيات، مسرحية غبي بلا قانون اللي كانت مسرحية استعراضية كوميدية، وأكيد كنا نوصل لمرحلة من المراحل أنه بتصور ينقطع النفس عند الناس من الضحك، وهذا الشيء كمان بنشوفه بمسرحية على الجديدة وعلقة وعلقناها. يمكن في كيمستري بيني وبينه، بفهم علي بيفهم علي من النظرة. بتصور انه هيدي اول شيء عطيه من عند ربنا، وقدرنا انه نلاقي هالتناغم مع بعضنا، وهيدا من الشغلات اكيد يلي بينجح العمل يلي بنكون نحن موجودين فيه مع بعضنا. نعم. اكيد هون بدنا نوجه تحيه لكل الفنانين يلي موجودين معنا، انه بالنهايه انا وريمون نحن اشخاص، بس انما المسرحيه واحده متكامله. صحيح. وكل الممثلين في هن ممثلين في عندهم قدره تمثيليه من اصغر شخص لاكبر شخص، قدروا انه كل واحد يؤدي دوره كما يجب، مشان هيك ما فيك تقول ولا اي انسان مش موجود بمحل. طبعا ابونا انا بتمنى لكم كل التوفيق، المسرحيه مستمره بنجاح كثير كبير، موفقين، وشكرا لوقتك، شكرا لهالمداخله المشير العام لاب فادي ثابت، شكرا لك. شكرا لكم. ميرسي ابونا. هذا ابونا فادي يلي بنحبه وبنحترم عمله وبنحترم هالخط يلي عم يشتغل فيه. كمان الشخصية يلي بتلعبها بالمسرحية تاخدنا لمكان آخر، كمان لكوميدي من نوع آخر، قدي قلبت الشخصية كمان بمكان ما، وهلأ رح نشوف الناس بتتعاطف مع هيك أدوار، مع هيك مواقف، يعني الناس بتحب إنها تشوف. قدي صرتوا تعرفوا الناس شو بتحب لحتى تعطوها لك؟ في خبرة بالنتيجة، يعني بتعرف خبرة عمرها 30 سنة، يعني بتعرف انه هيدي الجملة بتضحك، هيدي ما بتضحك، هذا الكاركتير بضحك، يعني الخبرة، بحس انه الخبرة هي عامل كتير كبير بالكوميك، يعني هي مفتاح اساسي. مسرحية مكملة على مسرح جورج الخامس، كل اي مطعم، خميس جمعة سبت احد، خميس جمعة سبت احد، علقة جديدة. رح نشوف مقطع تاني من المسرحية ونشارك المشاهدين يلي بعد ما حضروا بريمون صليبا سينيورا منتورا. نتابع سوا. منتورا. مرحبا. مرحبا. كيفك؟ منيحوس. حضرتك غريبة عن المنطقة؟ ما نو يا سينو نو نو سي 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 او نو رايح على شي محل بتحب انه وصلك؟ والعانة سينيورا منتورا مولعة الدنيا وعم يستقبلوها بالضيعة وعيشتها على الآخر. المرشد ريمو بهالمسرحية كمان معكم صبية صغيرة. صغيرة عمرها 12 سنة، 11 سنة. قديه هذا الدور، يعني دور حاضر من أبطال العمل مش دور صغير. صح. 100%، وهذا اللي بيميز المسرحية السنة عن غير المسرحيات، إنه معنا كيندا، وكيندا يعني ما بتقول إنه بنت عمرها 11 سنة عندها الجراءة هالقد، بتحفظ هالقد، هضامة على المسرح، بنت موهوبة بشكل لا يوصف. انت اول ما اخذت العمل وعرفت انه رح يكون في بنت بهالعمر، تفاجأت؟ كنت ايجابي او كنت خايف من هالفكره؟ لا كنت ايجابي كثير، ولليوم بعدني ايجابي معه وبنجح لها تحيه. ومن اكيد عم تعمل شغل كثير حلو كتير، وتحيه لكل طاقم العمل على كل حال. أكيد. ريمو، كلنا شفنا المؤتمر الصحفي اللي اعلنت فيه رئيسه لجنه مهرجانات الارز الدوليه نائب ستريدا جعجع عن الدوره الجديده لصيف 2019. بالمهرجان رح يكون في ليلة كوميدية بامتياز، خبرني أكثر عن التحضيرات، خبرني شو رح يصير. في بحدود 12-13 كوميديان رح يعملوا شي ستاند اب كوميدي، شي سكتشات، رح تكون ليلة كوميدية صرف. في أنا وجابي وشادي
مارون رح نعمل سكتش بهيدي الليله، بلشنا نحضر له من هلا يعني. عم ينشغل في تم معين كل العمل رح يكون قائم عليه او لا كل واحد؟ لا كل واحد مثل ما هو بده، بس يعني يكون في نضال بالضحك، نضال بالبسمه، انه ما يكون حيالله شيء يكون في احباط. يعني عرفت علي شو؟ في محاذير او لا؟ لا الحريه مفتوحه. لا الحريه مفتوحه لحتى كل واحد يكون عم يشتغل. قد ايه هذا النوع، قد ايه هذا التعاضد كمان حلو ريمو، بقوي مجتمع الممثلين الكوميديين، لانه كلهم مع بعضهم يعني هي شغله كثير مهمه، واول مره يمكن بنشوف هالقد اشخاص من الوسط الفني بعالم الكوميدي مع بعضهم. قد ايه شغله مهمه هي؟ شغله كثير مهمه، لان بوسطنا الفني قليل تلاقي اثنين ثلاثه بيقدروا يجتمعوا مع بعضهم، بيقول لك اسمي اكبر من اسمه وهيداك انا وين كان كلهم كل واحد هو الاول. ايه ما في شك، يعني تجتمعوا، ويعني مشكوره نيبي ستريدا انه قدرت جمعت هالكم يلي ما بيجتمع. حلو. موعودين بسهر الضحك على كل حال، والدوغه ما زلنا ريمو، رح ننتقل لزمانات. يا تفضل. الله زيد فضلك مع انه تعودت على القعده هون، مش من هي غير مش من هي هلا تعود على الثاني. هذا مش ما بتريح هلا هي او لا هي شوف لا هذيك اريح هذيك هذيك فخامه. ساعات ومساعات ساعات ومساعات ووقت ساعات كيف ساعات ساعات غني لنا. انا بدي اغني لك خليني يحضروا. يعني ريمو اذا اجتك اوبورتونيتي تكون مشارك بديو المشاهير، علما انه انت بتغني بالمسرحيه. ايه بغني كوميك، يعني بغني اشياء مهضومه واخبار وهيك، بس اغني هيك اشياء جديه بحس انه حرام الناس يعني. يعني اذا بعمل رقاصه بيكون احسن يمكن، شو بكون فعلا. اصلا ليه بقلك السنيورا مانتورا، السنيورا مانتورا روعه الاسبانيش لوك عليك. حكينا ساعات ووقت، كيف علاقتك مع الوقت، مع الواحد لما الحياه تمرق، لما يحس حاله عم يكبر، لما يحس حاله من الطفوله للمراهقه للشباب للزواج لبناء عائله للاولاد، الوقت يلي بيخدنا كمان لنفكر بحالنا، كيف الواحد بيكبر بيختير، بتفكر بهالمراحل او لا؟ لا ولا مره فكرت فيها، بس انه اكيد عشت المراهقه، عشت الطفوله. انا لا فتحت لك عينيك عليها. ايه بس انه عشتهم كلهم عشتهم يعني مثل ما لازم ينعيشوا يعني. نعم. المراهقه كانت مراهقه، الولدني كانت ولدني، والجازي جازي، يعني انا كل شيء يعني مع انه تاخرت الجازه بس صارت تمت. كيف تاخرت الجازه؟ تاخرت بال لحتى كنتوا سوا 6 سنين اجلتوا العرس او قد ايه؟ كنا صغار. ايه ما هلا بنحكي عنه باسرار. كنا صغار. ايه كنت انا وجيتا بقينا شي 6 سنين 7 سنين مع بعض. صح. قبل ما تتزوجوا كنت عم بدرس الاخلاق او هيك. حلو. معي وقت 7 سنين. انت اللي بدك تسرب على البيت مش انا الليله، انا ما خصني. انا تعودت تحت الدرج يعني، ما في حاطط فرشي وحاطط كله مجهز. يا معطر. ريمو لما ترجع لورا للطفوله للحي يلي ربيت فيه للبيت، شو بتتذكر من طفولتك بسن الفيل؟ كنتوا ساكنين، شو بتتذكر؟ بتذكر كانت أتلات أمي، مش أكلات، أتلات. أتلات. إيه، لأن كانت تبعتني على الدكان، أعتبر مثلاً روح جيب كيلو سكر. أنا لقيها فرصة، أنا نزلت على الشارع. ألعب فوتبول ونطت أنا والولاد، بعد 3 ساعات 4 ساعات تأرجع على البيت وما بجيب كيلو سكر، بجيب كيلو رز. شيء أبداً ما له علاقة، وعلى الأكيد نصهم مكبوب على الطريق يعني، وبوصل على البيت بيأكل أكلي يعني طبيعية الخبرية. هذا بفقلة كتير منيح يعني. كنت تحب دراسة العلم أو لا؟ كنت كمان شقي بهالأمور، كنت تعذبهم لأهلك كيف؟ لا انا كنت شاطر بالمدرسه بالاجمال يعني، يعني لانه انا عملت للبروفي ومن بعدها عملت تكنيك. صح. عملت ببليسيتي، يعني عملت الشيء اللي بحبه انا، عرفت كيف؟ عم تعمل شيء بتحبه فكنت شاطر فيه. كانوا هن الاهل شايفينك
بمكان معين او كان عبالهم يفرضوا شيء معين او لا؟ كان دائما هالحريه بالخيار. لا كانت هذه الحريه بالخيار يعني، لانه انا كنت شاطر بالرسم وكنت اعلم رسم وهيك. وبعدك شاطر بالرسم، رح نشوف اللوحات بعد شوي. لا قديمين هدول اللوحات اللي بالبيت عندي. ما بعرف بعد شوي نشوف شو مخابرات. ما في افصح عن كل شيء. ففت عملت تقريبا هيدا الدومين اللي انت الحق عليك دقينا لك قلت ايه على الحلقه. ما في مشكله اهلا وسهلا فيكم ببيتكم. فعملت الشيء اللي انا بحبه يعني. وقت فت على الجامعه اللبنانيه ما عملت الشيء اللي بحبه، بس كان خلص طولت يعني انه قطعت الشغل. كنت اطلع على طلاب لبنانيين اللي عم يعملوا تمثيل، كنت تستغربهم او ما تحس حالك انه قادر تعمل يلي هن عم يعملوه؟ من ناحيه ما كنت تربط بيلي عم يعملوا، كان عندك تقنيات خاصه، كان عندك فيجن خاصه فيك، خبرني شوي. ما كان عندي يعني، ما كنت مفكر انه بدي اكون ممثل يعني. كان همي يكون مهندس ديكور مثل اصحابي مثل رفقاتي. بالجامعه اللبنانيه كنت انا عز الاصحاب، انا وانطوان ملتقى ولطيف وملتقى، وجههم تحيه بحبهم قد الدنيا. على طول بعمره. بس ما كان يستهويني المسرح. ليه؟ يعني كان يخوفك او انت ما كنت تحس حالك هيدا ملعبك؟ لا ما كنت حس انه هيدا ملعبي، و ما كنت احب الطريقه. يعني شو هي الطريقه اللي ما كنت تحبها؟ التكنيك اللي كان عم ينشغل فيها، التعليم، التكنيك، شو اللي ما كان يعجبك؟ يعني اللي ما كان يعجبني انه كان كلهم بدهم يكونوا شادي. عرفت علي كيف؟ انا ما فيني اكون شادي، انا ريمون يعني، ما في هويه. ايه يعني هن كانوا بدهم التلاميذ يكونوا هن، انا ما بقدر اكون حدا يعني، بقدر اكون ريمو بس ما بقدر اكون شادي. هيدا التكنيك وهي الطريقه ما حبيتها. استاذ كبير شادي وشعره الله وسم الله. لا هيدا الهويه يلي عم تحكي عنها صحيح. يعني قد ايه الممثلين، قد ايه وخاصه بالوسط الفني، هي الهويه مهمه جدا. تعذبت ريمون لكونت هويتك الفنيه يعني، لا عملت هاي البراند اليوم لما نقول ريمون صليبا، تعذبت لو وصلت لهالليبل يلي عملتها؟ ما في شيء بيجي بالهين بالدنيا يعني، كل شيء بده شغل، بده تحضير، وبده تفكير. ايه تعذبت، مش كثير تعذبت يعني، بس انه الوقت بياخذك. في اشياء كان مفروض تنعمل احسن بتقول. ريمو اسمح لي نفوت مع المشاهدين على فاصل. اول مشاهدينا خليكم معنا، من بعد البريك بنرجع. فاصل ثاني مزبوط. شفت هذا ما فيك تكون شادي. شو بده مين يكون شادي؟ 100% اوقات الضياع بصير عادي، العمر له حقه. شو بدنا شو بدك عمرك انا؟ بدك العمر يا من نفسية 14 15 16 بريك تاني بحلقتنا، بنرجع نتابع مشاهدينا نحن وياكم بسهرة من العمر مع نجمنا بهالحلقة ريمو صليبا. نتابع مشاهدينا نحن وياكم سهرة عمر مع ضيفنا ريمو صليبا. ريمو، بعدنا بالزمانات، بعدنا بالوقت يلي بردنا لورا. رح ارجع معك للبدايات، لنوسي نوسي. اول مسرحية اشتغلتها كانت نوسي نوسي مع كريم ابو شقرة، مع صباح. صباح مزبوط. شو كنت عم تلعب دور فيها بتتذكر؟ ايه لانه من فترة ذكروني، كنت كومبارس، بس كومبارس متكلم يعني. كان عندي شيء 8 جمل بالمسرحيه كلها، 8 جمل 9 جمل. كان دور باخ؟ باخ مزبوط 100%. كان الناس تطلع تحكي بباخ يعني، اتعجب انا انه يعني كانت، مع انه كومبارس يعني كتر خير الله يعني. كنت بقولوا نجمه خفيف كان انه، وما زال كتر خير الله. ريمو، لما تتوالى الادوار او الفرص كيف لحتى
بلشت تفوت على المهنة أكثر وأكثر وبلشت تقتنع أنه إيه هيدا مجال أنا عم لاقي حالي بنجح فيه؟ يعني كانت أول تجربة اللي هي شارتيتون، حكيت أنا وأنطوانيت عقيقي وميشيل أبو سليمان وجان المعوض وعملنا فرقة اسمها ليريغولو. وهونيك بلشنا نشتغل وبلشنا نعمل اسم وبلشنا نطلع. كان في تحدي لأنه كتار مسارح شانسونية كتار كمان الأشخاص اللي كان عندهم اسمهم كان عندهم تقلهم منهم زملاء اشتغلت رجعت أنت وياهم يعني التقيتوا دايما هيدا المجال هيك مثل منحسكم مثل بيونيت يعني أوقات هودة ثلاثة أربعة بشغلوا مع بعضهم حدا بفل بيرجع بيركب حدا محله بيرجعوا بيلتقوا بعد تو سيزنز أو لا كيف بتصير الأمور؟ ما هيك عادية وطبيعية يعني ما يعني المفروض إنه ما يكون في حقد يعني وما يكون إنه والله تركت فلان على مشكل أو تركت عيلتين لأنه خبطنا بعضنا. أنا ولا مرة تركت إلا على صحبي وما تركت حدا على زعل يعني هني تركوني بالإجمال يعني ما أنا ما تركت حدا بس كيف توصف مرحلة ليه ما بشتغل معهم كلهم يعني ما عندي إياها مشكلة أكيد. أنا بالعكس يعني إنه كيف توصف مرحلة عملك ببسمة وطن؟ كانت كتير حلوة بتعقل بجانب كتير يعني وعطيتني كتير يعني بسمة وطن عطاني كتير يعني 10 سنين أنا اشتغلت ببسمة وطن يعني مش بالنهار واثنين يعني وكان بعز بسمة وطن أنا كنت فيه. اليوم في برامج كوميدية بتلفتك على التلفزيون؟ يعني في كتير اشياء عم نحضرها منتبعها منلاقي نسخ اوقات منها في مواهب جديدة عم تطلع في حدا بيلفتك؟ لا والله للأسف يعني ما في حدا ما شفت حدا انه افيي انه هيدا ممكن يطلع منه ما لا صبية ولا لا. شاب ابدا. ريمو لما نحكي عن الصداقات عن العلاقات عن الشغل مع بعض بنحكي كمان عم نحكي عن كوميك ها؟ اكيد كوميدي طبعا 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 لما نحكي عن العمل في ناس هيك وفي محطات ما فينا ما نتوقف عندهم ما فينا لما نحكي كمان عن هالعلاقة بالعمل الاستثنائية اللي منشوفها كيمستري كمان بتترجم على المسرح وعلى الشاشة مع أنطوانيت حقيقي ايه عسلمتها أنطوانيت حقيقي هي أول شيء بعرفها وقت كنا صغار هي من رعشين وأمي رعشينية فكنا أصحاب من إحنا وصغار وأمي وأمها كانوا يعرفوا بعضهم ويعملوا صبحيات عند بعض من قبل ما تفوتوا على الوسط 100% كانت هي 13 سنة وأنا أنا ما خلقت كنت إنه أكبر مني بكتير أنطوانيت لا كنا صغار يعني وما كنا متصورين نفوت على الدومين بس يعني بس تعرفت عليها أنا يعني نربط اسمي باسمها كتير صحيح لأنه أنطوانيت مهضومة وقريبة للقلب وعسلمتها بتجنن انا كثير بحبها لانطوانيت رح ارجع انا وياك بالصور لورا في صور بتجمعك بانطوانيت هيك قد ايه في نوستالجيا لهالبدايات للمحطات اللي جمعتكم بالعمل سوا رح نشوف مع بعض صوره هيدي ايام الريغولو هيدي الريغولو وميشيل وجان شو اللي فرق بين العمل يعني هلا رح نشوف كذا صوره ورا بعض شو اللي فرق بين العمل قبل بهيدي الظروف كانت يمكن اوقات ظروف حرب اوقات ظروف نهضه بالبلد هون عم نشوفكم كمان ب دور هنود كنا الهنود الحمر شو فرق بالعمل ما بين قبل واليوم ريمو لا اكيد هلا اني صار تطورت الشغله يعني معنا يعني كانت اذا عم نحكي بدايات التفكير صار غير طريقة الإداء صارت غير الخبرة برجع بعد لك الخبرة كتير مهمة بدوميننا هيدول كله غير يعني بطل إنه حيلا موضوع صرت بتاخده وبتعمله وبرضه ما كنا ناخذ حيالله موضوع نحن كنا ننقط اي بالحديث عن هالكيمستري عن هالتناغم بينك وبين أنطوانيت حقيقي رح نشوف جزء من سكتش بيجمعكم والله. سوا منتابع لايكي لايكي جاري مون جاب بحكيكي بعدين ولك صحة اشبيك يا ريمون تعبان لا مانيش تعبان عن حضر للظهره ايه للظهره عايش الاولاد احسن منا هن يظهروا نحنا لا بيني وبينك انا كنت حابب اعمل لك اياها سربريز بس قلت انا لا يلا خلي يعطوني بصد
هذا سكتش بيجمعكم انت وانطوانيت. هذا التناغم الحلو قديه كمان في اشخاص بتشتغل معهم كمان بيصير فيه هذا التناغم، بيصير فيها الصحبه، بيصير فيها الوحدة الحال بالعمل، مثل الممثل وجيه صقر نوجه له كل تحيه وكل محبه له. وجيه صقر بيعقد بجنن، انا كثير بحبه لوجيه صقر. بتتذكر اول مره تعرفت فيها على وجيه لايف اكيد يعني، او جمعكم عمل او ما بعرف، تتذكر اول لقاء؟ ايه شو لكان اول عمل كان عرس السما، كان هو اخذ دور المسيح. وكان عايشها كثير، كنت اوصل لحد اقول له كيفك جزيع؟ يقول لي اليوم بشرفك، اليوم بشرفك، تركني تركني مركز تركني مركز. وعايشها كثير بوقتها يعني. وجيه يعني بتحب انك تعمل فيه دروبه يعني. شو بتعملوا فيه بالكوليس؟ شو بتعملوا فيه بالمسرح؟ انا على المسرح ما بعمل فيه شيء بالكوليس. يعني هذيك اليوم انا اللي كنت شاهد عليه على البروميير شو عملت فيه على المسرح. ايه غيرك. خبرني شو صار هذاك النهار. مفروض انه انا شيل المكتوب من عبي واقرا. صرت شيل التليفون دوس علي، شلت له ساندويش رولوت بلات. وجيه مات اختدى، بطل يعرف يكفي. وجيه بصير وجهه احمر هيك بيعبي كله سوا، بصير يبكي، بصير دموعه يكره. معظم وجيه على سلامته، انا بحبه. الممثل وجيه صقر مساء الخير. مساء النور. هلا هلا. عم نحكي عنك وعليك بس بالمنيح. شو اخبارك؟ عم بسمعكم. شو اخبارك؟ ماشي الحال سادي، ونيالك انت مستضيف اهم كوميدي بلبنان ريمو صليبا، يلي عن جد هو زلمه كثير بروفيشنال قبل ما يكون صديق، وبعدين من بعد هالاحتراف وهالسنين الاحتراف كان إلي الشرف أن ألعب قدام كوميدي كبير مثل ريمو. ميرسي يا وجيه. وجيه قديه هلأ يلي كان عم يحكي عنه ريمو، لأنه كنت عم تسمعنا تحت الهواء على الدروبة يلي بيعملهم فيك على المسرح، فيهم متعة وبنفس الوقت كمان الواحد يعني بده يكمل الشغل بالنتيجة. لا أكيد لا، بس حتى لو هو بيعمل دروبة ريمو، بس دروبة بتبقى حلوة منا ثقيلة. وريمو حافظني عن غايب يعني، بيعرف شو اللي بيضحكني، بيعرف كيف راسي، وبيعرفني انا ما بزعل ابدا. بحب يحرجني على طول على المسرح، بس في لذة نحن انه انا وريمو اصحاب من زمان، فمنشان هيك بتوقع منه كتير قصص، فمنشان هيك يعني تعلقي بمسرح ابونا فادي ثابت ثلاث ارباع ريمو وراه، لانه عن جد بلتز باللعب قدام ريمو. على كل حال هي المتعه من المسا يعني، وقت نروح نحضر العمل وجيه بنشوف عن جد قد ايه انتم مستمتعين باللي عم تعملوه، مبسوطين لحتى تنقلوه لنا. وجيه مبسوط. شو اهميه هيك العمل الشغل مع ريمو يلي صرت اصدقاء انت وياه، يعني تحولت العلاقه من زملاء لاصدقاء على مر الاعمال على مر السنوات، شو اكتشفت في هيدا الافي على صعيد الشخصي كانسان كصديق وكفنان كمان؟ كفنان بدي اقول لك شغله. اول شيء كفنان انا كثير استفدت منه، استاذ كبير ريمو بالكوميديا، وكان لي شرف اني اوقف قدامه. انا تعلمت كثير يا وجيه، مش هالقد على المسرح ما كنت بعرفها يعني، تعلمت اسمع وهيدي شغله كثير مهمه. تعلمت كمان انه كيف اعطيه باس يعني، ريمو بحب يكون اللي مقابله يكون يعطيه باس مزبوط وصح. ونجاح العمل ككل هيك بيشتغل ريمو يعني، مش انه كهو بس، لا بالعكس، اذا في مطرح في ضحكه لالي بيقول لي وجيه اعمل هيدا الشيء. عنده نفسيه مرتاحه مع حاله، وكثير شخص مرتاح مع حاله، انا استفدت كثير منه فنيا، وحتى هو بيرتاح بوجودي انا، لانه نسمع لبعضنا بيعطيني كثير. انا كثير بهمني الملاحظات اخذها منه تكون نعمل قفشه تنجح، لانه مش بس نجاح له، هو نجاح لالي ولاله. طبعا طبعا. فمنشان هيك برتاح كثير بملاحظاته، ما باخذها انه شخصيه ابدا، بالعكس. وعلى الصعيد الشخصي انسان رائع، راقي، ابن عيلة، وعيلته بتجنن، مدامته وولاده،
ليا وراشيل يعني وكبناهم هن وعم بيكبروا، يعني في صداقة في وحدة حال بين العائلتين. وجد في هيك ذكرى أو سوفونير أو نهفة أو خبرية بتتذكرها لعطول صايرة بينك وبين ريمو، هيك شي خبرية دايما بتضلكم تضحكوا عليها أو تتذكروها؟ لا ايه بتذكر كنا بالحرم الكبير في مطرح بيجي ورانا الأبونا بيقلنا ممنوع الضحك بقى على المسرح، بقول له سمعت ريمو ما بقى تعمل فيه ضروبة، فقال لي خلص ما بقى رح أعمل شيء. بكون أنا وضيا يونس على المسرح، بكون عندي مشهد بدي أعمله أنا وريمو، وإرجع كفي أنا وضيا. بطلع لي ريمو بباجيت طوله حط فيها موتارد ومايونيز وهوت دوغ، واصل الباجيتات ببعضهم وبيجي بيقول لي مدري شو بيحكيني، وبيزرزب الموتارد على ايده وبيلحوسهم بلسانه. لا ما عاد فيي، ما عاد فيي، صرت ابكي ما قدرت كفيت المشهد انا وضيا، ولاول مره ضيا يونس تفرط على المسرح، ما قدرنا كملنا المشهد. يعني القصص اللي بيعملهم ريمو قصص كتير حلوه جدا راقيه، والكلمه الحلوه بيقولها والكلمه البشعه بقول لا هيدي كلمه مش حلوه. أكيد. يعني انا بالنسبه لهيك بعتبر انه ريمو من اهم الكوميدي النضاف يلي بالمسرح اللبناني. الله يديم هيدي الصداقه وهيدي الزماله الحلوه يلي عم تحكي فيها. شكرا لك وجيه صقر، كل الاحترام لك، كل الحب لك، منحبك كمان، فخورين فيك بكل شيء بتقدمه ان كان على المسرح او على الشاشه، دائما منتابعك ومنحبك، زميل وصديق وفنان نفتخر فيه. ميرسي وجيه صقر، شكرا لك. ميرسي لك شادي، وميرسي كثير لريمو كمان. شكرا لك. على فكره كلهم بيعطوا لوجيه دور الشرير، وجيه والله اطيب من هيك انسان خلقه التاريخ. بتحس في ممثلين وخاصة بالدراما بينظلموا بهيدا الإطار ومنهم وجيه؟ لا وجيه منه مظلوم، لا لما ينحطوا بإطار معين. ايه وجيه حاطينه بهذا الإطار، بس وجيه مبدع فيه طبعا، مبدع يعني. صحيح. الرجل الشرير بتشوف ياي، بس انا عم بحكي أفون، هو كوجيه طيبة طبعا، طيبة قلبه يلي بيعرف عن شو عم بحكي، تهذيبه واخلاقه ما في منه. هيدا الضوء غمز لنا ريمو، رح ننتقل للأسرار، في كثير اسرار رح نفصح عنها. انا ما عندي اسرار، هلا بنشوف. يا تفضل. بدي اعزمك هون دغري على الشباب. عم تفتح لنا عينينا. اجوا هلا مرة بالصوت. الأسرار. الأسرار الفقرة الثالثة يلي بالبرنامج، قلت لي ما في أسرار، شو بدي يكون مجوز 15 مرة؟ هلا إذا بيوصل أولاد على الاستوديو بعيطوا لك بابا شو بتعمل؟ شو بدي أعمل؟ مش رح يجوا أكيد، في حدا هون؟ في حدا يعني معك اليوم كل شيء مستنزل. كل شيء وارد. ريمو لما كنا عم نحكي قبل شوي عن الحياة الزوجية، الحياة الخاصة، خليني أقول لما قررت ترتبط أنت وجيتا، طال الارتباط 6 سنين من بعد ما كنتوا سوا، قد ايه مؤسست العيلة الواحد أنه يفوت على هالخطوة، فيها مسؤولية أو لا؟ لما الواحد بيعرف أنه هيدا الشخص المناسب له ما بيعود يفكر بكل تحديات هالموضوع. لك المؤسسة هي مؤسسة البيت والعائلة، يا بتكون المدير أو المديرة صالحين ومناح، يا أما بتفشل المؤسسة كلها سوا. مفروض المدراء يكونوا سمعين، يعني هو يعرف يسمع له، هي تعرف تسمع له، بتصور هيك بتكون ناجحة. وانا كتر خير الله بقول انه عائلتي ناجحه وكل شيء منيح طبعا، وخاصه اذا كان في تعبير عن الحب. يعني هون عم تشوف كمان في شخص، في عنصر خامس بالعائله. ايه معكم تشيبي. ايه هذا فكر حاله كلب، مش كلب هو فكر حاله هيك. ايه ريمو على كل حال هذا الحب يلي عم تحكي فيه اكيد بده يتغذى وبده يكبر، وخاصه اذا انت هالقد
بتفكر بالتفاصيل بعلاقتك بالحب، يعني ما بتجيب منك تقليدي زهور وكذا، مين بيجيبهم؟ بتجيب بوكيات جزر، بوكيات خضرة، يعني مش تقليدي ابدا بالحب. ما يا خيي، انا بعرف كثير منيح انه مدامتي بتحب البلانتات الزهور وخبار وهيك، فانا على طول بجيب لها زهور وهيك. نعم. بس نهار فالنتين ما بحب يا خيي، بحس انه اجباري انك تعمل هاي الشغله، وما بحب انجبر بشيء ابدا يعني. فهمليك مره جبت لها بوكي ميكنسي وجزر وفجل وشمندر، ورحت عند تبع اللي بيعمل الزهور، يعني كان من نهارتها صرت تنام تحت الدرج ايه مظبطها، وفي دفاي وكل شيء تحت الدرج، ما تحت الهم صيفيه شتويه ايه عال. بس نحن عم نطمن عليك. جيتا صليبه، مساء الخير. مساء الخير، كيفك؟ شو اخبارك؟ مصور مدام، ماشي الحال. جيتا تنبسطي يعني لما ريمو مثلا بدال الزهور يهديك هالهدايا هودا، شو بتكون ردة فعلك؟ بعي هلا بيني وبينك، انسى ريمو انه عم يسمعنا. اي والله بنبسط منه لانه كثير سبيسيال، ببعث لي فجل، بيعرفني بحب الورد والبلانت، وبعث لي فجل ومزبط لي اياها، شيء كثير سبيسيال. جيتا قد ايه لما تحضري ريمو، لما تشوفيه، لما من عمل للتاني بتنتقدي؟ يعني بينك وبينه انت كزوجته بتقولي له مثلا هون حبيت هون ما حبيت هون كان فيك تكون، او لا ما بتتدخلي بهالتفاصيل؟ ما بتتدخل، انا الرجال بالبيت. لا بعطيه اوقات ريمارك، وهو بيتلبك وقت يكون عم نحضر، ونحن بنعطيه ريمارك لانه احنا معودين عليه. بس هو سبيسيال. ميرسي يا مدام. إذا بدي أحكي عن ريمو، مش بالأشياء اللي بنعرفها عنه بالفن، بالتمثيل، بالكوميدي، الجانب الآخر ريمو الزوج، ريمو الأب، ريمو يعني بي البيت يلي بتابع التفاصيل كلها، كيف هو ريمو؟ ريمو كتير منيح بالبيت، بيترك كل شيء لأمور لإلي. دغري مش الاقواز. ماشي ماشي، في هيك شيء صفه معنف، انا معنف بالبيت، انا معنف. نحن قصد الليله فاتحين الهوا لريمو صليبه تا ندعمه. جيتا، في هيك شيء صفه ما بتحبيها بريمو، دائما بتضلك هيك تقولي له طيب انه معقول يعني انه ما خلص ما مش هيك، في شيء هيك بيزعجك فيه؟ ايه، انه هو بحب ينام بنهار وبيسهر كل الليل، هذا التوك فيه بس. بس هذا التوك بس، مهم تعرفوا وين بيروح كل الليل؟ بالبيت. لا بالبيت. بيتوتي بيتوتي بيتوتي. مش انه بيسهر بفل يعني، اهم شيء. لا لا، ما بيحب يطلع بريت البيت، يا ريت، بحب البيت كثير. صحيح ريمو بيتوتي على كل حال، وكيف اذا كان عنده بيتوتي هالعيله الحلوه. الله يخليكم لبعض، شكرا لك جيتا على هالمداخله، وشكرا لتعاوني كمان بتحضير هالحلقه، شكرا لك. عمل حساب انه انا راجع على البيت الليله. ايه اهلا وسهلا فيك. مع هيك، مع وهره، مع وهره. خليني راجل من بعيد لبعيد. شكرا لك جيتا صليبه، زوجة ريمو. ريمو، انت بالبيت مثلا بتحب المطبخ؟ بتطبخ مثلا او لا؟ انا بحب اطبخ، بس هي جيتا ما بتخليني، يعني انا شاطر بالمشاوي بالاجمال يعني. هيدا بتستلم هاي البارتي. ايه بس اشياء ثانيه ما بتتدخل فيها. لا جيتا شاطره بالطبخ. لا على الحال، انت من الاشخاص اللي بحبوا العائله، بحبوا الجمعه دائما، وهي بتعتبرني كركوب، مشان هيك يعني انه اذا شلت الملح لازم رده. طب ما شلنا الملح، عصيره كركوب. بعد البريك رح نشوف بالشواهد، طالما انت يعني ورطت حالك، انا ما قلت شيء، بالشواهد وبالصور رح نشوف الكركوب كيف بيكون. بريك اخير بحلقتنا، ومنتابع مشاهدينا معكم سهره من العمر مع نجمنا الكركوب ريمو صليبه.
مشاهدينا بنتابع احنا وياكم القسم الاخير مع نجمنا بهالحلقه ريمون صليبا. رجعنا احترمناك مع البريك. ما في مش كركوب. الله يخليك. عصيره كركوب. اول ما تجوزتوا شو صار؟ اول ما تجوزنا رجعتوا من جينا على البيت، يعني شلحنا شلحت ثيابي حطيتهم على الكرسي، ثاني نهار رحت على الشغل جيت شلحت ثيابي حطيتهم على الكرسي، بعد جمعه صاروا الثياب هالقد هيك كومي على هالكرسي. قلت له الكاجيتا مش شايفه هالثياب كيف كوموا على هالكرسي؟ ما ضبيهم. قلت لي ايه شايفتهم. قلت له ما دام شفتيهم لا ما تضبيهم. قلت لي عم بعلمك عم بربيك. قلت له امي ما ربتني، انت بدك تربيني؟ قول لا اتربي. صرت انا اضبهم، صرت عم بتضب مش دائما بس انه بالاجمال. وبعدك بتحمل 10,000 شغله مع بعضهم هيك مع بعض مثل هيك مثل هالكركبه كلها. هيدي كنت ايه كنا باستراليا وكنتم كركبين بعيشتكم. هاي بنتي مكركبتني. هاي بنتي كانت معي باستراليا راحت عملت شوبينج انا وياها عملنا شوبينج قليل عن الساعه. ايه ليك هيدي هدول شغله نهار على فكره، قصه نهار واحد. ايه نحن بقينا 20 يوم. ليا كيف كانت السفره؟ كانت كثير حلوه. مساء الخير، شو اخبارك؟ ماشي الحال. ليا صليبه بنته لريمو. ليا قديه ريمو بعيد عن الكوميدي، بعيد عن كل شيء، كل الناس قديه بتحبه وبتنطره وبيلتقوا فيه اوقات بيقولوا له ضحكنا وخبرنا نكته، خبريني عن ريمو البي. يعني انتم صغار ريمو كان حدا بيعيط، حدا ظالم، حدا كلمته كلمه، حدا عنده وهره او كيف بتعاطي معكم؟ اكيد عنده وهره بي، بس كان شخص سوبر رايق، يعني بعده شخص سوبر رايق، بس دائما عنده هدول الحريتيق اللي بيعملنا اياهم بالبيت. يعني بار اكزامبل في عنا مره كنا بدنا نظهر برات البيت كلنا سوا وزهقنا وبابا يلا خدنا شي محل كزرنا وهيك. انا قوم البسوا تيابكم، انا كنا احنا لبسنا تيابنا وكل واحد راح ضبط حاله ساعة ونص وهيك، قالنا يلا تعالوا نبرم بالبيت، صار يمشينا بين المطبخ اوضة النوم الحمام. هيدا السخط جبت لكم اياه من ما بعرف اي سنة. وخلص المشوار هون. وخلص المشوار هون، قد ايه انفقستوا؟ انا كثير. ليا لما سالت من شوي سؤال جيتا لوالدتك قديه بس تحضروا لما كبرتوا وشفتوا ريمو نجم بالكوميدي، ريمو بيمثل، ريمو معروف، الناس بيلتقوا فيه بيتصوروا معه، هو مصدر ابتسامه، شو يلي بيضحك ريمو؟ هو اللي بيضحك شو يلي بيبسطه يعني لريمو هيك بحطه بحاله فرح؟ الماما. جيتا صراحه اكثر شخص بيضحكوا بالبيت. اف ايه واو. ليا انتو كل حدا منكم يعني بين انت وبين رشال، يعني انت عامله جرافيك ديزاين ورشال عم تعمل حقوق هلا، قد ايه يعني لو كنتوا تحبوا تفوتوا على دومين الفن بتحسي انه ريمون بيشجعكم او بقول لكم لا شو بدكم بالشغله؟ هلا هو بيشجعنا، هلا بيي بيرسم فانا اخذتها منه كمان. صحيح. يعني صناعات. صحيح، يعني انا اخذت نصف ثلاث ارباع كاركتيري هو من بيي، يعني كل شيء ارتستي، كل شيء رسم، كل شيء افكار، كل شيء هيك، وحتى تمثيل يعني اخذته منه. واذا بدك تقولي له شكرا اليوم على شيء هيك يمكن ما صار قبل مجال تقولي له شكرا عليه او تقولي له بحبك، ليش شو بتقولي له؟ صراحة على كل شيء، لأنه لما أنا ما كنت وصلت لهون لو منه، من أول الطريق لآخر الطريق هو اللي سندني بكل شيء، هو وجهني، هو كل شيء يعني. الله يطول بعمره ويخليكم بهالعيلة الحلوة أنت ورشال وجيتا وريمون. شكرا لك ليا صليبة، شرفتينا. يا هلا دفعي. أكيد أنا دفعله مرة شكيت للكل، لا لأبونا ولا وجيه ولا الوحيدة اللي مش دفعلها أنطوانيت لأنه عم بتصور ما طلعت. ريمو هيدي العيلة ذكرت كمان أنه دايماً عندك نهفات، دايماً عندك أخبار، دايماً إيه بس كنت عم بتخبر ليا هاي الخبرية، كنا بعدنا جايين نهار أحد جايين من صورتي طويلة عريضة، بعض بدهم يسهروا بعض بده يظهروا، مشان هيك قلت انا غير خلص غيره ظهره بقلب البيت كانت برمتهم بقلب البيت. في عندك نهفات ريمو رح توقف هيك مع صور سريعين نعلق عليهم لانه حضورك دائما بالبيت عنده شيء هيك مميز دائما، رح نشوف اول صوره.
هيدا أول صورة على البيضة بيضة بعيد عيد الفصح. عيد الفصح رسم ريمو مش عليها. أنا رسمه، هيدي ليا رسمته، هيدي ليا عملتها. أف أدي هول النهفات هيك صغار، هن اللي بيعملوا البيت، بيعملوا العائلة، بيعملوا تفاصيل الحياة. هون ما في إلا اثنين مرقوا، أنت وكوين إليزابيث، واقفين بهالمحل. نحن أرشفناها قصد بس لحتى نبين مظبوط للعالم. أي أستراليا، هيدا بأستراليا. هدول 7-1 قديه مش ممكن رشال قديه مش ممكن تنتسى ولا ممكن انسيها. بتتابع دائما فوتبول؟ بتتابع، بتتحمس لهالاشياء؟ بتابع الباسكت اللبناني والفوتبول العالمي، وبحب الرياضه اساسا. وهي العائله الحلوه، هي العائله الكريمه، دائما مجموعين. حكينا كمان عن الرسم ريمون، بعدك ترسم لليوم؟ لا مع انه انت رسام كثير شاطر، ليش وقفت الرسم؟ والله بتصدق ما بعرف، يمكن الايام ما في وقت، ما في مود، ما في مطرح، ما بعرف وقفت هيك فجاه، ليش ما بعرف. رح نشوف مع المشاهدين 3 من لوحاتك، لانه عن جد فيهم ستيل ما بيشبه غيره، وكثير كثير حلوين. يعني حرام ما تكون عم بوقت فراغك او بالوقت اللي عندك اياه تكون عم تمرق لوحه. نشوف لوحه ثانيه كمان. شو ستيل اللي انت بيشبهك؟ هذا ستيلي يعني. بعد لوحه ثالثه، هذا جدي الله يرحمه، بورتري كثير حلو. قد ايه قدم؟ كثير هيدا قدم كثير، بس كثير حلوين. قد ايه الكوميدي، قد ايه الرسم؟ 92 يعني. اوف، ومن وقتها ما عاد رسمت؟ لا، بحرتي هيك شوي يعني، بس مش انه في 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 تابلو، بس مش رسم، عامله من الياج مثل بازل عملته. حلو، كثير حلو، اخذ معي شهرين شغل. ريمو، لما تكون قاعد بالبيت، انت من الاشخاص يلي بيحبوا يقعدوا ويفكروا، بتحب الرواق. إيه؟ وانت بعيد عن هالشخصيه اللي بنشوفها على المسرح، هايبر اكتيف، بنشوفك دائما يعني دائما حاضر بشغلك، بس بالبيت انت توتالي ديفرنت، يعني انت حدا رايق، حدا 100% صامت، حدا هيك في هدوء. ايه يعني اذا ما بتحكيني ما بحكيك بالنهار. بحب الرواق، بحب، انا طبعي رايق يعني، انه بس هيدا شغلي بالنتيجه. يعني هيدا شغلي غير، ما ديك اليوم كنا عم نقول لهم، اعطيتهم مثل يعني، اعتبرني مكان سيان، بس ارجع على البيت بغير لها الترابيع لمرتي يعني. هيدا شغل وهيدي حياتي. اكيد هيدا ضو غمز لنا ريمو. رح ننتقل، لانه صحافي عندها حصه معنا، بسؤالين بنختم فيهم الحلقه. تفضل. الله يزيد فضلك. كل ما مش عود على مطرح بنغير دغري، بنلمك على محل ثاني. تفضل ناصر. الفقرة الأخيرة، وهلا أنت فتحت لي عيني على شغلة. إيه أنت هلا ما بتمضي وبتكتب لنا، أنت بترسم لنا وبتمضي. ريمو صليبة، ريمو الصحافي اللي عندها حصة بهالفقرة، سؤالين بتطرحهم عليك. الصحفية رندا دمشقية، مساء الخير رندا. مساء الخير، شو أخبارك؟ ضيفك الممثل ريمو صليبة، أهلا وسهلا فيك رندا. سؤالين بتطرحيهم على ريمو بختام حلقتنا، تفضلي مباشرة إلى السؤال الأول. سؤالي هو، برأيك شو نقاط ضعف الدراما اللبنانية؟ بعيداً عن الكوميديا، راحت رندا للدراما، شو نقاط ضعف الدراما اللبنانية بمشاهدتك، بمتابعتك، بشغلك مع زملاء يمكن تشتغل معهم؟ يمكن بالإنتاج، بحس الإنتاج ضعيف شوي بيكون، هي أكتر نقطة برأيك. يعني بتجي بتطلع بالمسلسلات اللي برا، من المسلسلات اللبنانية مثلا، اعتبر عاملين عزيمة مدري شو، بتشوف حاطين صحن حمص صحن لبني، انه هي منا عزيمة يعني. بحس الانتاج كتير ضعيف عنا، ما بيوفي حق النص او المشهد او التفاصيل. ممكن تعمل دراما؟ ايه ليش لا، اذا انعرض علي شيء حلو. او بتحس شيء الناس تعودت عليك بالكوميدي؟ ما رح تقبضني جد، ما رح تقبضني جد يعني، بس شوفك حتضحك. ايه طبيعي شغلي. رندا تفضلي سؤال اخر.
من وراء الكواليس، هل الوسط السياسي ممكن يأثر ويتدخل بالوسط الفني؟ هل الوسط السياسي ممكن يأثر ويتدخل بالوسط الفني؟ من خلال العمل، من خلال أوقات سكتشات، من خلال الكوميدي يلي بتتقدم، هل ممكن هالشيء يأثر أو لا برأيك من وراء خبرتك؟ لا أبداً ما بيأثر، يعني إنه سياسي يتدخل بالعمل الفني؟ يعني ما السياسي تتدخل بالعمل الفني؟ إيه ممكن تتدخل بعمل فني، ليش لا؟ ممكن تتدخل من ناحية المضمون، وممكن تتدخل لقمع أو لتوقيف أو لرقابة. اثنيناتهم يجوزوا. أنت مع؟ لا لا أكيد لا، بس إذا بتطلع ببلاد برا السياسة، سياسة الدولة بتحضرها بالأفلام. يعني بيسوقوا سياستهم بالأفلام بالمسلسلات من خلال الفن. هاي شغلة كتير منيحة، عكس يلي بصير عنا هون. هي ولا مره صارت، نحن بصير في قمع، ما بصير ما بيسوقوا لسياستهم، يعني عرفت كيف؟ بصير في تخبايه للامور وتجميل لها. رندا دمشقيه، شكرا، اخذتينا على محورين كمان فتنا عليهم، شكرا لهالمداخله وللاسئله ضمن المحور الاخير بسهره عمر الليله. شكرا لك رندا، تصبح على خير. اهلا وسهلا فيك، يا هلا. مع أسئلة رندا بنكون وصلنا لختام حلقتنا. ريمو، أنا بدي أشكر وجودك معنا، ناصرين البيج كوميدي نايت بمهرجانات الأرز الدولية إذا الله رد بسيزن 2019 بصيفية، موفقين بالمسرحية ب13 تموز، عفوا ب13 تموز تحددت ديت، موفقين بالمسرحية بعلقة جديدة وبكل شيء بتعمله، فخورين فيك ومنحبك ومنتمنى لك التوفيق. وميرسي إلك شادي لأنك فكرت فيه. بالعكس، كل التلفزيون كلنا لما قلنا ريمو صليبة كلنا ابتسمنا وكلنا قلنا أكيد رح تكون حلقة من أجمل الحلقات، وهيك كان. شكرا لك. الختام معك رسما مش كتابة، وحتى تمضي لنا على كتاب ودفتر البرنامج. شكرا لك ريمو صليبة. مشاهدينا، نحن وياكم منتابع أكيد سهرة عمر كل أسبوع، هيدا ضيفي ريمو صليبة، أنا بشكر متابعتكم، واللقاء بيتجدد أكيد الأسبوع المقبل بسهرة عمر جديدة. إلى اللقاء.